في واحد من ينتسبون إلى منهج السلف، وطبعا يا أخواننا منهج السلف الصالح ربنا قال وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. منهج السلف الصالح هو المنهج القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنهج الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المرضيين إلى قيام الساعة قولا وعملا واعتقادا. وأبوابه وأركانه وأصوله قررها العلماء في مصنفاتهم وكتبهم ككتاب السنة للإمام أحمد وغيرها من الكتب وغير من الكتب العظيمة الكثيرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن هذه الأصول المهمة مسألة أن يحترم الإنسان علماء أهل السنة والجماعة الذين عرفوا ببيان هذا المنهج للناس وتوضيحه للناس، وكذلك عرفوا بنقدهم لأهل الباطل والضلال، لأن الدعوة السلفية ليست هي دعوة حزبية ولا دعوة تابعة لجماعة، وإنما هي الدعوة القائمة على أصول واضحة بيّنها العلماء، أصولها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأصول المهمة أن يعتقد الإنسان إمامة العلماء وأن يحفظ مكانتهم وألا يذكرهم إلا بجبيل، وإذا وقع في شيء من أعراضهم أن يتوب وأن يرجع إلى الله وأن يدافع عنهم بظهر الغيب. وإن مما ابتلينا به في هذه الأيام الذين يتمسحون بمنهج السلف وهم مخالفون له في الحقيقة، وقد يكون عندهم تزكيات، عرفته؟ وديل شغالين قطع طرق. الدعوة السلفية الصحيحة التي انتشرت بين المسلمين في العالم كله، ناس بيجوا يعرفوا التوحيد ويعرفوا السنة من البدعة، وناس بيحبوا الخير وناس بيحبوا السنة وسمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمجتمع بيجا أي زول يتكلم يقولوا له جيب دليلك. دعوة انتشرت وصدعت، لكن في واحدين دارين يقطعوا الطريق على الناس ويتمسحون بمسوح السلفية. ولذلك ما أي زول قال أنا سلفي وقال يا ناس أنا إمام أو أنا داعية من دعاة السلفية، ده إنسان يسلم له هذا الأمر. ففي واحد اسمه نزار هاشم، ده مشى قرى عند العلماء والعلماء قالوا الزول ده سلفي وكذا، دي ما بزول بينكره، لكن خالف هذا المنهج الصحيح، عرفته؟ الذي يعني اشتهر بسببه، ولولا ذاك لما راح ولا ما جاء. فصار هذا الإنسان من قطاع الطريق على الناس الذين يدعون إلى المنهج الحق والمنهج الصحيح، وهو إنسان مثبط للدعاة. خلينا من الكوارق دي، ما في حاجة. طيب، أول حاجة قبل ما أرد وأقف بعض الوقفات اليسيرة والبسيطة مع هذا المدعو نزار هاشم الذي طعن في الشيخ العلامة الدكتور محمد ابن هادي المدخلي الإمام العلم. أول حاجة، نزار هاشم ده إنسان مثبط لدعاة التوحيد، وقال للناس أنك إذا أردت أن تنصح في التوحيد فلا بد أن تكون عالما أو طالب علم مزكى من عالم. يعني لو لقيت منبر دار تقول للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا تبقى أنت عالم، عالم تكون حافظ القرآن وحافظ السنة أو كثير من السنة، وتكون عالم باللغة العربية وعالم بالناسخ والمنسوخ، وتكون عالم بالحلال والحرام كله إلى آخر شروط، زي ما قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، قد لا تتوفر في هذا العصر، أو هذا معنى كلامه، أنها قد لا تتوفر. وهذا في رده على إبراهيم الرحيلي الحزبي
الذي سماه بيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال، عرفته؟ فده زول يطعن في أكابر العلماء السلفيين الذين زكاهم العلماء الكبار، عرفته؟ وبعد ده يخالف هذا المنهج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، عرفت آية واحدة، حديث واحد صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت فهمه على فهم السلف الصالح من العلماء المتقدمين والمتأخرين، فتنصح بهذا الحديث وبهذا الدليل، ولا تحتاج إلى أن تتعلم معه غيره حتى تنصح، وإنما يجب عليك أن تتعلم هذه المسألة التي تدعو الناس إليها. باب واحد في التوحيد، باب واحد في السنة، باب واحد في الاتباع، تقف قدام الناس تبينه. فده بثبتك، يقول لك عشان تتكلم في التوحيد وتتكلم في بيان الحق للناس لابد يكون عندك تزكيات، تزكيات، عرفته؟ ولابد إما أن تكون عالم أو طالب علم مزكى، عرفته؟ طيب نحن في السودان العلماء وينهم؟ وينهم العلماء؟ أنت عالم يا نزار هاشم؟ أنت عالم؟ أنت عالم؟ وأنا العلماء في السودان؟ أكلمك النصيحة، إما تلقاهم أخوان مسلمين ولا حزبيين زي أنصار السنة، فهمت؟ ولا تلقاهم صوفية، عرفت؟ قبورية، تلقاهم علماء وأئمة بتاعين ضلال، لكن ما بتلقى لك عالم سلفي نجيط في البلد دي ماف. ولا أنت ذاتك ما عالم يا نزار هاشم، هل أنت عالم؟ أنت عالم يا نزار هاشم؟ عرفته؟ عشان تجي تقول كلامك ده، فيبقى الزول ده بيأصل تأصيل باطل مخالف لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مخالف لنهج العلماء الذين يزعم أنه من تلاميذهم. وإنت تلمذ على هؤلاء العلماء، لكن طريقة وكلام نزار هاشم وهذا المنهج يخالف منهجه. وأنا كلمني أخونا مجتبى كلام ده في عطبرة ولا العبيدية، واحد من أتباع نزار هاشم مش أتكلم في التوحيد، نصيحة تمام ما فيها مشكلة، وبين الحق للناس. بعد ما انتهى من النصيحة عنده صاحبه تاني قال لي أنت ما سمعت الشيخ قال شنو؟ لابد تكون يا عالم يا طالب علم مزكيك عالم. قال أستغفر الله. نحن عارفين طبعا هو ما بيستغفر الله من التوحيد، لكن لأنه تقدم في ظنه وفي ما يلبس ويشبع عليه وهو لم يزكيه عالم. شوف وصل الناس لوين. ده زول بين التوحيد، ده جا صبته، بدل ما يقول لي يا أخ ربنا يوفقك وأمشي يتعلم، فهمت؟ واسمع أشرطة العلماء ولا تتكلم فيما لا تعلم، ولكن ما تعلم من أبواب التوحيد بلغه للناس وربنا حيرفعك ويشجعه كما يفعل العلماء الناصحين من علمائنا حفظهم الله، كالشيخ عبيد الجابري، شيخ ربيع، والشيخ الفوزان، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ سليمان الرحيلي، والشيخ محمد ابن هادي، وغير من العلماء ممن لم أذكر، ونفع الله بدعوتهم وبكلامهم. بدل ما ينصح بالكلام ده يجي يثبط الناس، ثبط الناس، وهذه ليست عليها طريقة العلماء. كلامك ما عليه طريقة العلماء يا نزار هاشم. ده قبل ما أجي أخش لك في بعض النقاط في هذا الرد المجحف، عرفته؟ عرفته؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، نزار هاشم ذاته، نزار هاشم ذاته في نفسه ما بتلقى له كلام في الصوفية اللي قاعدين في السودان ده. الإزيرك ده السودان ده مرمطه كده، مرمط السودان، شبه على كثير من خلق الله، كثير من خلق الله بقوا ينادوا غير الله بسبب الإزيرك. في النيل الأزرق بيظهر، في التلفزيون القومي بتاع البلد بيظهر، في قناة أم درمان بيظهر، أكثر القنوات مشاهدة يظهر فيها الإزيرك، بيفتحوا له القنوات. نحن عم نتكلم انك يا نزار هاشم تجي القنوات، وان كنت لا ترى التصوير وده راي معتبر عند علمانا، لكن بنقول انك ما تكلمت في داعيه من دعاة الضلال وضلاله منتشر، ما بتتكلم فوقه، وده حالك وده حال دعوتك ونتيجه حال الدعوه، الدعوه بتاعتك النتيجه حقتها انه لا تحارب البدعه والضلاله. وعنده في موقعه ردين بس، واحد على علي الجفري، واحد على المودودي. أنا بسألكم يا شباب، بتعرفوا زول اسمه المودودي؟ حصل لقاكم المودودي ده؟ ها؟ في الصوفية بتعرفوا منه في السودان؟
ها الموضوع ده كده خليه في السودان يا ناس، بتعرفوا منين انتوا؟ ها بتعرفوا منو من الصوفيه؟ بيعرفوا البرعي، بيعرفوا المكاشي، بيعرفوا الخنجر، بيعرفوا الازيري، بيعرفوا حامد بابكر، بيعرفوا الكباش، بيعرفوا واد بدر، بيعرفوا الجعلي، بيعرفوا الشيخ اللمين بتاع التشيكسي، ده كلهم طواغيت. بيعرفوا واد العجوز، فهمت؟ بيعرفوا احمد التجاني، بيعرفوا الخلفاء بتاعين واد المرين، بيعرفوا الركيني، بيعرفوا كزنزاني، غيرهم من الطرق الصوفيه. ليه ما رديت عليهم؟ وين دعوتك الواضحه لدعوة لهدم الطواغيت في السودان؟ العلماء الذين تتلمذت عليهم ولم تستفد منهم والتصقت بهم وهم براء في منهجهم عن منهجك، ما تركوا داعية من دعاة الضلال إلا وبينوا أمرهم، وهذا من الأمور والجهاد العظيم الذي نسأل الله يثيبهم عليه. شيخ ربيع المدخلي شيعة كشفه، صوفية كشفه، عرفته؟ أخوان مسلمين، سيد قطب من أعظم من رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله كشفهم، الأخوان المسلمين بشتى اتجاهاتهم كشفهم، سلمان العودة لأنه ده الشيخ ربيع حفظه الله سعودي، سلمان العودة سعودي كشفه، وبلدي الرجل أعلم به كشف برضو، عبد الرحمن عبد الخالق المصري فهمت المتجنس، وغيرهم من علماء وأئمة الضلال كشفهم الشيخ ربيع وجزاه الله خير الجزاء، وعرف ذلك عنه عند أئمة السنة. أين أنت يا نزار من بيان هذا الحق للناس؟ الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي كشف القرضاوي وقال قرض الله لسانه وسماه الكلب العاوي، وعنده كتاب اسمه المصارعة، لقاك الكلام ده؟ لقاك؟ عرفته؟ طيب، فده الحال بتاع نزار هاشم. حقيقة دعوته الآن نحن في السودان لا نعلم لنزار هاشم كلام في أئمة الباطل ودعاة الباطل الذين نتأذى منهم في السودان، لا نعلم لنزار هاشم كلام في هؤلاء، لكن كلامه فقط في الدعاة إلى التوحيد، حتى وصل به الحال إلى أن يصفهم بالمنافقين. فتجي يا نزار هاشم تمرق لك 16 ورقة بشحمها ولحمها، ها، وتتكلم في عالم من علماء أهل السنة والجماعة بغير حق، كما سأذكر لك بعض النقاط، بغير حق، وتترك هؤلاء الذين ملأ فسادهم الدنيا، والذين كان الفساد في السودان بسببهم غلوا الأسعار، ها، وذهبت البركات وانمحقت عن كثير من ديارنا في السودان بسبب دعاة الشرك والباطل. أنا الآن بتكلم وهم بيتكلموا، عندهم إذاعات وعندهم قنوات وعندهم جرائد، يسلم منك هؤلاء ولا يسلم منك إمام وشيخ كالشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله؟ عرفته؟ 16 صفحة، ما عنده ولا 3 صفحات في البرعي، ما عنده ولا 3. البرعي ده مبارنه كم نفر؟ حصل شفته، عشان ما تتهم كلام ساكت، امشي شوف الكريدة لما يمشي زيارتهم البرعي، امشي شوف ام الريح لما يمشي زيارتهم البرعي، امشي شوف طابت لما يمشي زيارتهم البرعي، امشي شوف المجاهدين هنا في الخرطوم لما يجي البرعي ولا ولده، امشي ام روابه، امشي الزريبه خليها، امشي اي محل امشي لها البرعي، شوف افسد في الناس كيف، عرفته؟ امشي شوف الطريقه المكاشفيه، كم واحد تابع الطريقه المكاشفيه؟ واحد قال جنة ما فيها المكاشفي نحن ذات ما دايرنا، زول قال جنة ما فيها المكاشفي نحن ذات ما دايرنا، أهؤلاء أولى ب 16 صفحة أم الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ 16 صفحة في زول داعية من دعاة الحق وكشف الباطل، وليلا ونهارا يكشف الباطل جزاه الله خير الجزاء، ها؟ ولكن كما قال العلامة ابن القيم لما ذكر العقبات التي هي في طريق الإنسان إلى الله بعد أن ذكر الشرك والبدع والجهل بأسماء الله وصفاته والكبائر والصغائر إلى آخر، ذكر منها عقبة قال ولا يسلم منها حتى الأنبياء، وهم الذين يقعدون للمصلحين في طريقهم في الإصلاح ويؤذون هؤلاء المصلحين، عرفت؟ انت ما تكون منهم يا نزار هاشم، ما تكون منهم،
تقيف طريق عثرة، طريق عثرة، كلامك كله غالبه ما في التوحيد. أنا مش كلامك ده ما غال، كلامك ليس بأمين يا صلاح اللمين، كلامك ليس بشنو تاني؟ عنوان ده فحوى، وده فحوى الكلام بتاعه. مين كده؟ شنو كده؟ عارف الركابي؟ مين اللي بيعرف عارف الركابي؟ العارف منه ذاته. تكلم في التوحيد، تكلم في التصوف، بلد دي ملانة صوفية، أغني عد تجي معانا حمد النيل؟ تخيل زول بني آدم داعية سوداني بيقنعوا إنه في شرك في السودان، داعية سوداني، لو قلت لي أنا مقتنع معناه دي مصيبة كبيرة. وين دعوتك للتوحيد؟ وين بيانك للحق؟ مش ما دار تظهر في الكاميرات والتصوير وكذا، وده أنت شايفه حرام، من حقك ما تظهر. وين كتاباتك؟ وين كتبك؟ وين محاضراتك؟ يا أخي زول ده عنده نقاش مع واحد اسمه حسن ولا شنو؟ قال له أنا فنان من الستينات، فنان، قال له كذا، وقام قال له يا أخي الفن ده أنا زمان بناقش نزار هاشم الذي يزعم أنه مشرف موقع راية السلف، المناقشة موجودة على اليوتيوب. قال له يا أخي أنا من الستينات بسمع الغنى، وأنا أفتاني صلاح بن البادية على حل هذا الموضوع، وصلاح بن البادية والشيوخ، بدل ما يكشف صلاح بن البادية والنيل أبو قرون والشريك بتاعهم، والنيل أبو قرون ده أنكر صورة كاملة، صورة عبسة أنكر مرة واحد، بدل ما يناقشوا في ده قام مسك له الغناء. الغناء حرام صح، انت تنكر عليه والغناء، لكن ما الاولويه في الانكار؟ الدليل يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام لما صاحبه في السجن، اصحابه في السجن، صاحبينه في السجن، لما قالوا له انا نراك من المحسنين، قال لا ياتيكما، سالوا عن الرؤيه، بدا بشنو؟ بالتوحيد. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدة، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد ذاك بدا لهم التوحيد وفصلوا لهم تفصيل بالوحده، عرفته؟ حتى بعد ذاك قال لهم يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفسيان. بدا لهم بالتوحيد والعقيده، اول حاجه تجي تنكره. هل الرسل اول ما بدوا لوط عليه السلام بدا لهم بالتوحيد ولا بدا لهم بانكار جريمه اللواط وهي جريمة عظيمة؟ بدلهم بشنو؟ بالتوحيد. شعيب عليه السلام أهل مدين بدلهم بشنو؟ بدلهم بالتوحيد، حتى بعد ذاك أنكر عليهم ما هم فيه من الفساد في الأموال وفي بخسها إلى آخر. فأول حاجة تبدأ بالتوحيد عشان تعرف إنه منهجه ما منهج، ما المنهج بتاع العلماء شيخ ربيع وغيره من علماء السنة والجماعة، عرفته؟ طيب يحزن الصفحة، أنا كلام ده غايزني 16 صفحة، ما بتخاف الله 16 صفحة؟ فدي رسالة للناس، جزاك الله خير يا أخونا، دي رسالة للناس اللي بيسمعوا لنزار هاشم، بني آدم بيكتب 16 صفحة في واحد من العلماء. أنا ما محتاج ذاته عشان أذكر لك تزكيات العلماء له، ما محتاج أنا، عرفتها؟ وأنا لو ذكرت لك تزكيات العلماء له أكون نقصته من قدره ذاته، ما محتاج. عالم وحاله، حاله يغني عن هذه التزكيات، حاله حفظه الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق وعلى الخير وعلى السبيل القويم والمنهج السلفي الصحيح. فزول تتكلم تجي فيه 16 صفحة، 16 صفحة، 16 صفحة عشان ديل 16 صفحة، ما تخاف الله؟ الله سيدك ما تخاف يا أخي؟ نحن هنا بنكشف أنصار السنة، لكن أنصار السنة بس لما يجينا زي الولاد الجبال ده نديهم 5 دقائق 10 دقائق، لكن 3 4 ساعات الله يتقبل كلها توحيد نجيط، عرفتها؟ اشتغل شغل نجيط. الشيخ ابن باز تجيب له مسألة في الفقه، مسألة في الوضوء، بيربطها لك بالتوحيد، ده شغل النجيط، عرفتها؟ لكن انت ما استفدت من ملاقاتك للعلماء. طيب نمرة 4، شوف الزول ده يكيل هذه التهم، والكلمة اللي قالها دي من أخطر الكلمات للشيخ محمد ابن هادي. قال
وتخالفون الضوابط الشرعية السلفية المعتبرة وموافق وشنو وتوجيهات علماء السنة الأكابر الذين كثيرا ما تدندن وتوجه الشباب والطلاب بلزوم غرزهم ومحيطهم لأنهم أهل الصدق والخبرة والدراية وشاخوا في بحر العلم والتجربة. ده كلام في باب في حق العلماء، ما في حق العلماء ده ما كلام فيه نقاش أصلا، ده كلام ثابت. لكن تجي يعني إنه العلماء أهل صدق وأهل خبرة ودراية وشاخوا في بحر العلم والتجربة، ده ثابت في حقهم ما فيه نقاش. لكن دارين نجي نناقش كلام إنه قال للشيخ محمد بن هادي قال تخالفون الضوابط الشرعية. يا تي أنا زر هاشم زي شنو؟ ورينا زي شنو؟ لأنه لما قال الكلام ده في كثير من أخواننا وكثير من السلفيين الغيورين على المنهج الحق اتهجموا. تخالفون، شوف الكلام ده كيف، الضوابط، ما ضابط واحد، الشرعية. يتخيل واحد من علماء السلفيين الضوابط الشرعية جت خالفها، ها؟ ولا كمان خصصها، قال السلف الشرعية السلفية المعتبرة. يعني ده الشيخ محمد بن هادي المدخلي خالف مجموعة من الضوابط الشرعية السلفية المعتبرة المستقرة والمقررة، خالف الشيخ محمد بن هادي المدخلي. أدينا منها ضابط واحد، ضابط واحد جيبه يا نزار هاشم، ما مثلت لنا يا تضابط إنه طعن في الصحافغة، أصبر لك جاي يوم أنا بعد شوية. ديل يا هم الضوابط، ولا يكون ديل يا هم الضوابط الشرعية، أو لعله نحسن بك الظن أنت قاصد إنه الطعن في أهل الأثر، وإذا رأيت الرجل النصوص القوية من السلف، إذا رأيت الرجل يطعن في سفيان فاتهمه، وإذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لعله يقصد ذلك. طيب هل الصعافقة الذين طعن فيهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، هل هؤلاء يمتحن بهم أهل السنة حتى يكون مخالفا للضوابط الشرعية السلفية المعتبرة؟ يا نزار هاشم عليك الله ما بتخاف الله؟ طيب الضوابط السلفية الشرعية المعتبرة ما خالف البرعي؟ ما خالف عبد الحي يوسف؟ ما خالف الترابي؟ ما خالف عصام أحمد البشير؟ ما خالف سعيد نصر التكفيري؟ ما خالفها جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة؟ ما خالف الهواري؟ ما خالف خالد عبد اللطيف؟ ما خالف ذاك اسمه منو الرئيس ذاك الحبوب؟ ما خالف التجاني؟ ما خالفها الختمية؟ ما خالفها السرورية؟ بس يا دوب الشيخ محمد بن هادي المدخلي تخالفون، وهذا فعل مضارع يدل على الاستمرار طوال الشيخ محمد بن هادي المدخلي يخالفون، ومش حاجة واحدة، الضوابط وكمان شنو الشرعية، ما حاجة ساكت، السلفية المعتبرة وتوجيهات علماء السنة الأكابر. أول حاجة ده لما نزول يخالف القواعد، انت عارف القواعد دي معناها شنو يا نزار هاشم؟ من القواعد السلفية المعتبرة مثلا، ده اديك نموذج، مسألة الخروج على أئمة المسلمين، دي قاعدة ببدعوا بها. الشيخ محمد بن هادي خالف زي القواعد والأصول المستقرة دي قواعد كثيرة أو كلها، لأنه هو ما فصل لنا، قال وتخالفون، ما قال كثيرا، قال الضوابط الشرعية السلفية، يعني كلها الشيخ محمد بن هادي خالفها. ويكفي هذا في أن هذا الرجل يبدع الشيخ محمد بن هادي المدخلي، ولا ده ما تبديع، زول بخالف القواعد والضوابط أو الضوابط الشرعية السلفية المعتبرة، ده سلفي يبقى ده يلزم إلا أن يتوب ويرجع إنه الشيخ محمد بن هادي عند نزار هاشم مبتدع. نمرة واحد. نمرة اثنين، إنه أخرج الشيخ من العلماء قال له أنت بتخالف توجيهات العلماء الأكابر. طيب أنت أخرجت الشيخ محمد بن هادي من العلماء الأكابر كيف يا نزار هاشم؟ كيف أخرجته؟ ها؟ ما عندك، ما جاتك تزكية الشيخ ابن باز ذكر لك أخونا أبو الحسن؟ ما جاتك تزكية الشيخ ربيع المدخلي؟ ما جاتك تزكية الشيخ عبد الرحمن محي الدين؟ ما جاتك تزكيات العلماء لهذا العلم والداعية والإمام والعالم من علماء أهل السنة والجماعة السلفيين حفظه الله؟
أخرجت كيف من العلماء، عرفته؟ طيب، وأيضا أخرجه من ذوي الخبرة والدراية، يعني أخرج نزار هاشم بقى هو صاحب الخبرة والدراية. أخرج الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله من أهل الخبرة والدراية ومن العلماء الذين يعني رسخت أقدامهم وكانت لهم تجربة عظيمة واكتسبوا تجربة وخبرة بهذه المسائل، أخرجوا برة العلماء هؤلاء. شوف الكلام ده كيف. طيب، قال وهو يكذب على الشيخ محمد بن هادي، قال بأن موقفه مع أنه يقرب أتباعه ويسكت عنه ويعذره ويجد له المخارج، ده كلامه في الإمام، واحد اسمه الإمام، قال إنه قال موقفك شنو، قال غير الواضح ولا شنو كذا، عشان ما نقول كلام ما يهو. أيوة كذا، دقيقة خليني نرجع ليه الكلام عشان نشوف الحاصل شنو. طيب، قال موقفكم الذي لا يحمد مطلقا، لا ماذا، ايوه. بعدين في نقطة مهمة، الرجل ده صبر على ناس جماعة الكتاب والسنة 5 سنة، ايوه حسب كلامه في المقال، ايوه صبر عليهم 5 سنة ما نشر النصيحة اللي نصح عليهم، والشيخ محمد بن هادي ولا شهرين ما صبر عليه، عرفت الحال؟ طيب يلا، هو بيتكلم عن محمد الإمام، قال فموقفكم من المدعو محمد المعبري الملقب بالإمام مع وقوفكم التام على حقيقة منهجه المنحرف تجاه الروافض الحوثة، قال وقد أرسلت إليكم قديما قبل الوثيقة المعبرية وثيقة وكلام ومقال رد على علي الرازح وكذا، قال وقد بينت في مدى سوء مقال هذا المعبري، ناهيك عن كلام علماء السنة الكبار فيه وتضليلهم له، وأنت تقرب أتباعه وتسكت عنه وتعذره وتجد له المخارج، مع أن الواقع أثبت أنه لا يعذر. بتين لقلو المخارج، ها لقلو المخارج بتين يا نزار هاشم، شوف الكلام ده كيف، وبتين سكت عنه، ما قال عنه الشيخ محمد بن هادي حفظه الله أن هذا الرجل أنه يسكت عنه، مش قال عنه الكلمة دي، أعمى الله بصيرته، سكت عنه كيف. طيب نمشي سريع، فده كذب على الشيخ أنه يجد المخارج ويسكت عن محمد الإمام، ده كذب واضح، وهو تكلم فيه، عرفته كلامه محفوظ، وإن شاء الله الكلام بيجيك موثق يا نزار هاشم، فلا بد تتوب وترجع من هذا الكذب الذي طعنت فيه بغير وجه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بعد ذلك قام ألزم الشيخ العلامة أنه يطعن في العلماء الأكابر تصريحا أو تلميحا، لأنه طعن في بعض الذين سماهم الشيخ حفظه الله بالصفائق ولا الصعافقة، ديل صعافقة، عرفتها؟ فأول مسألة أقول لك، هل التصريح يعرف باللازم؟ يعني هل ذكر اسم؟ قال ما ذكر اسم يعرف يسمى تصريح كيف؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، كونك أنت شوف الطعن في ناس اسمه منو؟ الخيبري والجماعة ديل المع نزار هاشم يعتبر طعن في من يتتلمذون عليهم من علمائنا حفظهم الله. طيب، والطعن في الشيخ محمد بن هادي بكلامك ده ما طعن في الشيخ ابن باز، ولا طعن في الشيخ محمد أمان الجامي، ولا طعن في الشيخ عبيد الجابري، ولا طعن في الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، واللستة تطول من العلماء الذين زكوا الشيخ محمد بن هادي والشيخ زيد المدخلي وغيره من العلماء، حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات. فبنفس منهجك ده يلزمك من كونك جعلت طعن الشيخ بحق في هؤلاء الصعافقة طعن في العلماء الذين يجلسون عندهم، كذلك يلزم نزار هاشم أنه بطعنه في الشيخ محمد بن هادي المدخلي هو طعن في العلماء الذين زكاهم، مع الفارق الذي بين الثرى والثريا في من طعن فيهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن هادي المدخلي، فارق الكبير علما وعملا ودعوة وردا وتزكيات وغيره من الأمور التي يعلمها السلفيون، عرفته؟ فيلزمك إنك أنت ذاتك يا نزار هاشم بال16 صفحة دي
اطعنت في العلماء الزكوا الشيخ محمد بن هادي المدخلي يلزمك، ولن تخرج من هذا اللازم إلا أن تتوب وترجع إلى الله يلزمك. ها، إذا كان الصعافقة ديل الصعافقة قطع الطرق الطعن فوقهم يعتبر طعن في علمائهم، انت انا زر هاشم الطعن محمد ابن هادي المدخلي يعتبر طعن في الشيخ ابن باس ويعتبر طعن في الشيخ الفوزان، ودي كلها موثقة تزكيات هؤلاء العلماء للشيخ محمد ابن هادي المدخلي، وطعن في الشيخ ربيع وطعن في الشيخ زيد المدخلي وطعن في غير من العلماء الكثر الذين زكوا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي وانت طعنت فيهم. الليلة ما بتمرق منا، دي ما بتمرق منا انا زر هاشم. طيب نقطة ثانية، قال موقفكم الذي لا يحمد مطلقا. شوف الموقف ده كيف، أسألك الله ده ما أخذ؟ والله نحن ما أخذ زي دي على البرع ما بناخذها، خليك على واحد من أهل السنة. أهل البدع نحن ما بناخذ عليهم ما أخذ زي دي، لا يحمد مطلقا. طيب سوى شنو؟ طيب نشوف. قال من أسامة ابن عطايا وهو موقف غريب كل الغرابة. كويس. قال تسكت عن عطايا وحزبه المنحط، وأنت وفقك الله من كنت توبخ عطايا وتقول له كن موجودا مفقودا في القضايا الكبار وإلى آخر، وألزم وقال لي بعد ذاك بتطعن في الصحافقة ليه؟ طيب السؤال نمرة واحد، لما أنت قلت الموقف ده لا يحمد ها، وإنه موقف غريب كل الغرابة لأنك سكت عن عطايا وحزبي المنحط، أنا برد على نزار هاشم من كلامه بعد ذاك شنو؟ قال وقد كنت تقول له كن موجودا مفقودا، يبقى سكت عنه كيف؟ ها سكت عنه كيف؟ يعني يلزم نزار هاشم يدينا جدول كل 6 ساعات الشيخ محمد بن هادي المدخلي يلزمه ان يحذر من عطايا اسامه بن عطايا حتى لا يكون ساكتا عنه وعن حزبه، وحتى لا حتى يكون موقفه محمودا مطلقا، وحتى لا يكون موقفه غريبا كل الغرابه، يلزمه في كل 6 ساعات او كل 8 ساعات او مره صباح ومساء انه يطعن في عطايا. انت بنفسك نقلت بايدك في بيانك ذاته انه قال كن موجودا مفقودا في القضايا الكبار و و و، دي كتبه هو، يعني في طعن كثير في اسامه بن عطايا. طيب ما طعن فوق وثاني داير شنو انت؟ طعن فوق يعني يسوي شنو يعني؟ يا نزار هاشم يسوي لك شنو؟ يسوي لك شنو؟ فهمت؟ قال في الزمن الذي تطعن فيه في يعني هو موضوعه في هؤلاء الصحافقه. والشيخ محمد بن هادي المدخلي عالم بالجرح والتعديل وأسباب وألفاظه، فوجب عليك أن تأخذ جرحه في هؤلاء الناس وأن لا تعدو قدرك. طيب أنا بس برد سريع لأنه الزمن. قال ومع ذلك قال تطلق عليهم ألفاظ هي قبيحة وكذا. أول حاجة لفظ صعافقة وكذا، والألفاظ ذكر الشيخ وذكر الشيخ البغوي الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، وإنه ديل الناس اللي ما عندهم شنو؟ ديل الناس اللي بيخشوا السوق وما عندهم راس مال، بيجوا بيشتغلوا ساكت، وبعضهم ناس قالوا هم رذالة أو أراذل الناس، عرفت؟ فده موقف شرعي، وفيها أدلة كثيرة جدا. ابن عباس رضي الله عنهما لما قال نوف البكالي أو البكالي، لما قال موسى ابن عمران ليس هو موسى صاحب الخدر، قال ابن عباس كذب عدو الله. فما قولك أنت يقبل في أنه ما يسموهم ويترك كلام الشيخ محمد بن هادي المدخلي في وصفهم بهذه الأوصاف؟ ها، وذكر لك الشيخ الأسباب مفسرة ومبينة، فيلزم أن تأخذ أيها المدعو نزار هاشم بكلام الشيخ. وعشان تعرف تناقض نزار هاشم في موقعه بيقول لك كلمة أو درس أو محاضرة الإمام العلامة، والله بيكتبها كده العلامة الشيخ محمد بن هادي المدخلي في كذا وكذا، أنا قبل خشيته لكن ما حبيت إنه أحفظ الكلام ده كثير، ما كنت مركز معه، عرفته؟ فبيجيب الشيخ العلامة، هسي اللي خلاه ما علامة شنو؟ لأنه الطعن في هؤلاء الصعافقة الطعن فوقهم، ما عندهم رأس مال، ناس بيقطعوا الطريق. ها، بيجي الدرس بتاع الشيخ سليمان الرحيلي في الحرم النبوي، بس لو قعدت في الحرم سيدي درجات عظيمة، وصليت في الحرم وكذا دي درجات عظيمة، جلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورباط وأدلة كثيرة، وديلك عندهم مسجد عملوا درس عشان يقطعوا الطلبة ما يمشوا للشيخ سليمان الرحيل، عرفته؟ فهؤلاء صعافقة قطع طريق، عرفته؟ وأبشر يا نزار هاشم،
يا أخي نزار هاشم بينكر الألفاظ دي على الشيخ محمد بن هادي المدخلي وبيسمي دعاة التوحيد منافقين، شيخ مزمل، شيخ أبو بكر وغيره من دعاة التوحيد، قال هؤلاء منافقين فيهم نفاق. والكلام ده بيقولوا لواحد من أتباع الدجال محمد مصطفى عبد القادر، بيقولوا له في مكالمة معه، عرفته؟ قال هؤلاء منافقون وعندهم نفاق، فهمت؟ والزول اللي بيسجل لك المكالمة ده، زول ده اللي انت قلت له الكلام ده وشال منك الكلمات دي، ده إنسان بيقول لما ذهب آداب إلى لقاء ربه ربيع، زول سيء ما يسلم منك ديل وتديهم في الكلمات اللي بيطعنوا بها في دعاة التوحيد، وما يسلم منك العلماء الكبار. ولذلك نقول أبشروا، فهذه هي الحلقة الأولى، ونحن من حقنا أنه ندافع عن علمانا، ويعني أن نذب عن عرض المسلمين، والذب عن علماء أهل السنة والجماعة أولى وأولى. وإن شاء الله نحن منابرنا متواصلة، عرفتها؟ وأنصار سنة ما تفرح، لأنه نحن شغلنا ذي بالدليل. جيت تلعب على علماء بحق تلعب بهم بندوسك كده هواري بننزلك تحت، تعال المنبر الجاي شيل معاك كتب أنصار السنة، فهمتها؟ إن شاء الله بننجمهم، ولسه إن شاء الله لسة بالطول، فهمتها؟ ودي بداية، ولسه نحن ما علقنا، دي صفحتين ثلاثة بس، لسه بقية الصفحات موجودة. والناس ما يشتغلوا بكلام هذا الرجل المسمى بنزار هاشم، وهو يتمسح بهذه التزكيات وليس هو لها بأهل، ولكن العالم قد يزكي الإنسان لما ظهر له من حاله. وكما قال الشيخ العلامة ربيع، فإن من الضعف العلمي أن يتمسك الإنسان بهذه التزكيات مجردة عن الدعوة إلى المنهج السلف الصحيح. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.